في هذا الفيديو راح أشارك معاكم أسهل طريقة لتحميل وتثبيت جميع البرامج الأساسية والضرورية للويندوز بعد الفورمات من مواقعها الرسمية بضغطة زر واحدة. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. معكم أخوكم أحمد، بتعطيكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد. بحكم أنه في قناتنا دايما بنشارك معاكم نسخ ويندوز 10 أو 11 رسمية من مايكروسوفت ومخففة كمان آمنة بدون أي مشاكل، كتير تعليقات بتوصل بيها: يا أحمد ورينا كيف نحمل ونثبت البرامج الأساسية بعد الفورمات. بعد ما نعمل فورمات للجهاز ونثبت ويندوز جديد بدنا طريقة، وشو هي أصلا البرامج اللي لازم نثبتها بعد ما نعمل فورمات للجهاز؟ هذا هو موضوع هذا الفيديو إن شاء الله. طريقة سهلة جدا من مواقع الرسمية، آخر إصدار أكيد، وبضغطة زر واحدة. كل اللي راح تسووه تابعوا معاي بس هذا الشرح. وقبل ما نبدأ جماعة الخير، زي ما تشوفون قدامكم على هاي الصورة أغلب نسبة مشاهدين قناتنا للأسف مش مشتركين في القناة، فالله يسعد لكم يا رب. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتخلوا الإشعارات على الكل، الله يسعد لكم. أول شيء جماعة الخير راح نسويه وصف الفيديو، وفي أول تعليق مثبت في رابط بنضغط عليه ياخذنا لموقعي الرسمي. في هون مقالة عن موقع 99 اللي سبق وشاركته معاكم يا إخوان قبل تقريبا أسبوعين، ولكن كان ضمن فيديو كامل شرحت فيه طريقة تحميل الويندوز 10 من الموقع الرسمي، تثبيت التعريفات وتثبيت البرامج كمان. نضغط هون على هاي الأيقونة الزرقاء الموقع الرسمي 99، استنى هون تقريبا 15 ثانية بسرعة البرق بتمر. بمر هذا العدد بنقول له الرابط جاهز. هون الموقع يا جماعة الخير 99 زي ما حكينا. راح أخفي الكاميرا يا إخوان عشان كل شيء يظهر تمام. التمام هون عند الواجهة الرسمية للموقع، سهلة وبسيطة جدا يا جماعة الخير، عشان زي ما حكينا في البداية لازمك متصفح براوزر، لازمك ده بدك تطبيق للمسج، تطبيقات للميديا، تطبيقات للصور، تطبيقات بعض البرامج الضرورية لتشغيل الألعاب، في كتير تطبيقات هون يا إخوان. إذا راح تسويه أنت مثلا عندنا هون البراوزر، راح نختار على سبيل المثال أنا كروم تبته، فراح أختار مثلا فايرفوكس. كمان إيج إذا بدك مايكروسوفت إيج تقدر تحمله. هون عندنا فايرفوكس راح أختاره، تقدر تختار جوجل كروم نفس الشيء. هون عندنا الفايل شيرينج ما بديش إياه هاد. هون عندنا كومبريشن، يعني مثلا زيب وينرار، أنا بدي الوينرار فراح أقول له وينرار وبعلم عليه. هون عندي المسج، تطبيقات المراسلة مثلا عندك زوم، ديسكورد، سكايب، أي تطبيق بدك إياه تقدر تأشر عليه وتختاره. أنا ما بديش أي تطبيق مراسلة. هون عندي بعض البرامج الثانية زي الستيم، هون عندنا جوجل إيرت، أي برنامج بدك من هذول تقدر تأشر عليه، مثلا الستيم أشر عليه. هون عندنا الميديا، آيتونز، في إل سي، أيمب، هون اي برنامج اودا سيتي، جوم بلاير، اي برنامج بدك اياه تقدر تثبته من هذا الخيار. على سبيل المثال انت انا عشان عندي في ال سي فراح اختار هذا البرنامج. بالنسبه للرونتيمز تختار هون مثلا يعني حزمه نت فريم ورك، اختار هاي الحزمه احسن شيء 4.8 بتختارها هون. تطبيقات الصور اذا ما عجبك تطبيق الويندوز بيجي مع الويندوز تقدر تختار اي تطبيق صور ثاني من هون. هذا الخيار للمطورين الديفلوبرز. هون عندك نوت باد بلس بلس تقدر تختار من هون، انا ما بديش اياه. الدوكيومنتس هون عندك فوكسير رايدر، عندك تطبيقات البي دي اف يا اخوان والدوكيومنتس، الاونلاين ستورج، خدمات السحابيه زي الدروب بوكس، زي هون الجوجل درايف فور ديسكتوب، الوان درايف، اي تطبيق هون بدك وتقدر تاشر عليه. السكيورتي بدك مثلا الاسنسيال، بدك مالور بايتس، افاست، اي في جي، اي تطبيق حمايه بدك اياه تقدر تثبته من هون. انصح بمالور بايت او افاست، يعني جميع هالبرامج ممتازه ولكن افضلهم مالور بايتس. عندك افاست، افيرا كمان جيد. الباقي هاي البرامج ما بعتقد انه في اشي او برنامج مهم باستثناء الريفو. الريفو شو هو يا اخوان؟ برنامج بيخليك تشيل البرامج كلها من جذورها، اي برنامج بدك تشيله من الويندوز بيشيل لك اياه من جذوره عشان ما يخلي بقايا اللي بتضل على الجهاز عندك وبتبطئ من اداء جهازك. لما بتختار كل البرامج اللي انت بدك اياها بتنزل هون عند خيار جيت يور 99، هاي الايقونه الزرقاء، وتضغط عليها ضغطة زر واحدة، ثواني بسيطة، اوكي. بعدها بنقول له ستارت داونلود ونقول له اوبن، نحمل هاي التول والاداة اللي بيتيح لنا اياها الموقع، هي مش اداة ما بتتثبت، المهم، حاليا هو بيحمل فايرفوكس، حمله وهو بيثبته، انستولينج فايرفوكس، يعني الخطوات بالترتيب راح يثبت لك جميع البرامج اللي بدك اياها وراح تظهر هون، هيو فايرفوكس انبثق هون، ستيم كمان تم تثبيته، انستولينج وينرار، انا وينرار اصلا موجود عندي ولكن
تم تثبيته وراح تظهر ايقونته هون ريفو ان انستولر. بسرعه البرق يا اخوان بيتم تثبيت البرامج، جميع البرامج اللي راح تحتاجها بضغطه زر واحد. البرنامج هذا بيغنيك انك تروح للموقع الرسمي وتحمله حبيب والله، هو بيسوي لك هاي العمليه بضغطه زر واحد. برنامج او موقع مميز جدا، ينصح وانصح انه دائما يكون عندك وتستخدمه بعد ما تثبت ويندوز جديد. هون عندنا كل البرامج اوكي 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 باستثناء النت فريم ورك، بيقول لي انه اوريدي انه البرنامج موجود هون، بيقول لك انه النسخه موجوده اصلا فما بتحتاج تعاود تثبتها مره ثانيه. خلص بنقول له كلوز، وهون تم تثبيت جميع البرامج اللي قلنا له اني تثبتها بضغطه زر واحده، مواقع الرسميه واكيد احدث اصدار. البرنامج زي ما حكينا مفيد جدا يا جماعة الخير، كل مرة بتثبت فيها ويندوز جديد راح يفيدك تحميل هاي البرامج. أتمنى يا جماعة الخير زي ما حكيت لكم لا تحرمونا من اشتراكاتكم في القناة، تفعيل زر الجرس، خلوا الإشعارات على الكل. ترى يا إخوان أنتم مقصرين حبة باللايكات، فإذا عجبكم الفيديو أكيد تبخلوا علينا باللايك، خلوا الفيديو يوصل لأكثر من 300 لايك إن شاء الله نوصل، ليش لا. إذا عندكم أي استفسار انزلوا تحت للكومنتات واكتبوا لي، ما ضل شي غير أودعكم على إن شاء الله. أشوفكم في مقطع ستوري سنتوري قادم. السلام عليكم ورحمة الله.